مبسوطة انه انا كمصرية موجودة في بيتي في كنيسة قصر الدبارة اللي فتحت قلبها للمصريين كلهم وبتمارس المواطنة كفعل مش ككلام، والطبيعي ان احنا نبقى هنا وان احنا كلنا كمصريين نحتفل بأعيادنا كلها مع بعض بشكل تلقائي من غير كلام كبير، من غير ما نمثل ان احنا فعلا بنحب بعض، واللي مش حاسس بكده محروم.